السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله على بركة الله. المكونات: علبة ديال ياغورت طبيعي وزن 110 غرام، 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، نصف كأس زيت نباتي، كأس من سكر سنيدة ما يعادل 100 غرام، 14 غرام من خميرة الحلويات هي 2 أكياس، عندنا رشة من الملح، ملعقتان كبيرتان من بودرة الكاكاو، 2 كؤوس مملوءة من الطحين ما يعادل 200 غرام. نخلط الياغورت مع البيض والزيت والسكر ورشة من الملح. هاد المكونات كنوضعهم في الخلاط الكهربائي. كما كتشاهدوا معايا انا غالبا ما كنستعمل كاس ديال العصير، ممكن تستعملوا الباتور. كنوضعوا الياغورت مع الملح وسكر سنيدة اللي هو سكر حبيبات ونصف كاس من الزيت، وكنبداو نضيفو في البيض 3 حبات ديال البيض عندنا، وغادي نخفقوا الكل جيدا. كنحتاجو القشرة ديال البرتقالة، وغادي نفرغوا الخليط اللي خفقنا. بالنسبة للكاكاو كيجي المذاق ديالو مع البرتقال، ممكن تعوضوه بكيس سكر فانيلا تخلطوه في الاول، هادشي كيبقى حسب الذوق ديالكم. كنضيفو بودرة الكاكاو اللي هي ملعقتان كبيرتان، وحنا كنخلطو غادي نضيفو الطحين اللي كيكون مغربل منخول من قبل. كنضيفو دائما طحين على دفعات، ما نضيفوش الكمية كلها مرة واحدة. كنستمرو في التحريك، نضيف باقي الطحين مع خميرة الحلويات اللي هي 2 أكياس، الكيس واحد يزن 7 غرام، وكنخلطو حتى كتنسجم لينا المكونات كلها مع بعض. كنحصلو على خليط منسجم بهاد الشكل كما كتشاهدو، يعني ما كيكونش ثقيل وما كيكونش سائل، هذا هو القوام المحصل عليه. انا خديت قالب ديال الزجاج مستطيل، دهنته بالزبدة ورشيته بالطحين. دائما خدوا قياس، عندكم القياس ما بين 22 حتى 24 سنتيم سواء دائري، خدوا حسب الرغبة ديالكم، اما مربع اما مستطيل اما دائري، لكم حرية الاختيار. كنفرغوا الخليط ديالنا، دائما كنرفعوا ايدينا الاعلى الوقت اللي كنصبوا الخليط في القالب. كنسخنوا الفران، كيكون فرن متوسط درجة الحرارة. كندخلوا القالب ديال الكيك حتى كيتنفخ وغادي يطيب لنا مدة تقريبا 30 دقيقة. كناخدو هنايا نصف لتر من الحليب السائل، غادي نضيف ليه مقدار 3 ملاعق كبيرة مملوءة من بودرة النشا اللي هي مايزينا. بالنسبة للأخوات يعني غالبا كيبغيو يعرفوا شكل أو قياس الملعقة، كما كتلاحظوا ملعقة طعام كبيرة كتكون مملوءة، ممكن تستعملوا حتى 4 ديال الملاعق. نفس القياس غادي نضيفوه في بودرة الكاكاو 3 ملاعق كبيرة، وكذلك نفس القياس سكر سنيدة. هنا يمكن لكم تضيفوا السكر كذلك. غادي نوضعوا الإناء فوق نار متوسطة مع تحريك المتواصل بواسطة ملعقة خشبية حتى كنحصلوا على خليط كثيف. كما كتلاحظوا هنا غادي نضيف ليه مقدار 50 حتى 60 غرام ديال الشوكولا. هذا كان عندي شوكولا غيش، شوكولا بالحليب، ممكن تضيفوا غير شوكولا عادي. الكيك ديالي بعد ما خرجته كيكون كيك اسفنجي ورطب، لاحظوا معايا هو مازال سخون، يعني تقريبا مدة ديال 8 دقائق باش خرجته. كناخدو كأس الا ربع
ديال الحليب كيكون بارد ماشي سخون، حليب بارد، والكيك عندنا كيكون سخون. كنفرغوا هذاك الكأس بسرعة، كتشربوا لينا الكيك كما كتلاحظوا، والدخان او البخار كيتصاعد للاعلى كما كتلاحظوا. كنفرغوا عليها الكريمه ديال الشوكولا اللي حضرنا، كتكون سخونه يعني ما نخليوهاش تبرد، كنفرغوها على الكيك ديالنا. كما ذكرت لكم يمكن لكم تضيفوا بودره النشا، ديروا 4 ديال المعالق كبار. كنخليوها في المطبخ حتى كتبرد تماما كما كتشاهدوا، يعني مازال سخونه حتى كتبرد، عاد كندخلوها للثلاجه كتبرد مزيان. قد ما بقات في الثلاجه كتجي هائله والمذاق ديالها رائع ومنعش. تقريبا نخليوها في الثلاجه 2 ديال الساعات او 3، او نخليوها ليله كامله حتى اليوم الموالي ونقدموها. اما كنقطعوها او كنقدموها في نفس الطبق الا كان ديال الزجاج كما كتلاحظوا معايا. انا بالنسبه للمقطع الاخير الوقت اللي قطعتها تحذف ليا ما لقيتوش. مهم راه الصور كتوضح لكم اكثر، كتجي كيكه اللي رائعه لذيذه بزاف وسهله كما لاحظتوا، منعشه وكتستحق التجربه. كيف ديما ما تنساوش وضع لايك للفيديو ومشاركته مع الأصدقاء، ونتلاقاو في وصفة جديدة بإذن الله. في أمان الله.